السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار السيارات اليوم بفرنسا خوتي، اللي خصته أي سيارة يكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، سانديرو 2021 طاقة غاز ماشية 500 كيلو، المحرك 101 شوفو، اللون أزرق، السعر 14443 أورو. خوتي، هاي البطاقة التقنية لهذه السيارة. سانديرو 2018 الطاقة مازوت 75 شوفو، اللون أحمر، ماشية 60395، السعر 9890 أورو. خاوتي، قرأوا البطاقة التقنية مليح لهذه السيارة. رونو كليو 2019 الطاقة مازوت 75 شوفو، ماشية 51928، اللون رمادي، السعر 11990 أورو. خوتي، قرأوا البطاقة التقنية مليح لهذه السيارة باللغة العربية والفرنسية. ميغان كاتلاني 2016 الطاقة مازوت، المحرك سوندي شوفو، ماشية 39 ألف، اللون أبيض، السعر 16490 أورو. خوتي، قرأوا البطاقة التقنية مليح لهذه السيارة.